تكبيرات تختلط بأزيز الرصاص. عيد السودان يبكي أهله بأعداد شحيحة في المصليات، يخرجون من المساجد فرادى، لا مصلين يرتادونها كما عهد عيد الفطر فرحته بازدحامهم. لكن بعضهم لم يأبه كثيرا بتلك المعارك، فخرجوا رغما عن الصراع ولبوا نداء السعادة بمعايدة مغلفة بإطلاق النيران. عيد لم تكتمل أركانه في السودان، كتب على أهله البقاء في المنازل أو الخروج لاقتناص صلاة بصحبة الأقارب أو الأصدقاء، والعودة قبل أن تخطئهم بارودات تلك الاشتباكات. لا حول ولا قوة. فرحة مسلوبة، إلا من أمنية اتحد عليها السودانيون يرجون فيها أن ينعم بلدهم بالأمن والاستقرار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجع السودان الأصلي بالأمن والاستقرار. أمنياتين من الله، يعني ربنا يعم علينا بالسلام والبركة والخير، يعني وتتوقف الحرب والناس توصل يعني لاتفاق بتاع سلام والناس تعيش في أمن وسلام. ربنا يحقق الأمان إن شاء الله، والبلد تكون في استقرار إن شاء الله، الوضع يتحسن إن شاء الله. هكذا كان السودان على الأقل منذ سنة، لكنه يعيش مشاهد غير مألوفة يغص بها البلد الذي اعتاد التهافت إلى شوارع تفوح فيها رائحة حلوى العيد. ومن ذاك العام إلى هذا العام تكتب حرب الجنرالات أن تبقي ذكريات العيد الماضي حاضرة بطقوسها في مخيلتهم لا واقعهم المرير. إسراء الصغير، الحدث. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.